أعزائي مشاهدين برنامج جزيرة عندها تالنت، أهلا بيكم في الموسم الأول للبرنامج، واللي كان فيه مفاجآت غير متوقعة. كان فيه متسابقين بأداء رائع أبهروا لجنة التحكيم، وفي متسابقين أبهروا اللجنة برضو، بس بالعكس، بأداء أصاب اللجنة بضحك هستيري، بس برضو بنحييهم وبنقول لهم إن شاء الله ربنا يكتر مواهبكم، ونشوفكم على طول معانا في جزيرة عندها تالنت. كان عندنا متسابقين في كل المواهب، حاولت لجنة التحكيم إنها تنقي وتفاضل بينهم كلهم، وحطت نفسها أوقات في اختيارات صعبة جدا، مع العلم إن برنامجنا ليه أكتر من مرحلة. احنا دلوقتي في مرحلة الاختيارات، اسيبكم مع فيديوهات المتسابقين ونشوفكم في الحلقات الجاية. عزيزي يا ماما، ما تعلمت